السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال على خصوص فيزة المشتريات. طيب اسأل. التقسيط من خلال فيزة المشتريات حلال ولا حرام؟ إذا كنت تضمن أنك لن تتأخر إلى الوقت الذي يأتي عليك فيه الربا لا بأس. إذا كنت لا مش تخسر بقى. خلاص، إذا لم تكن ستقع في الربا لا بأس. طب هل بيبقى ليها شروط عشان خاطر الفيزا اللي بدفع بيها بدفع من حساب البنك اللي هو حاطط لي بيه؟ مفيش مشكلة، عندك مال يغطي خلاص. تمام يا شيخ، شكرا.